أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج اختار طريقك. بنسمع دايما عن عالم الروحانيات، السحر، الدجل، الشعوذة. النهاردة بقى هنعرف إيه الفرق بينهم، وهنعرف هل في تعارض بين الطب وعلم الروحانيات ولا لا، وإيه الحالات المستعصية على المعالج الروحاني ولا مفيش حالات مستعصية، ولا كل ده مجرد دجل وشعوذة ووهم وليس إلا. هنعرف ده كله مع بعض في حلقة النهاردة مع المعالجة الروحانية الأستاذة غادة أحمد. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، نورتينا ونورتي قناة الصحة والجمال. في البداية عايزين نعرف يعني إيه أو إيه هو العلاج الروحاني. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على محمد والسلام. وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. العلاج الروحاني بتبقى يعني أول حاجة لازم نفهم يعني إيه روحانيات أو أو كده يعني إيه روحانيات بقى؟ الروحانيات دي بتيجي يعني لناس معينة بيختصهم ربنا سبحانه وتعالى. بيكونوا محبين للخير، بينشروا السلام، بينشروا الخير، ما بيأذوش حد، ممكن يساعدوا أي حد، فدي بتبقى هبة من رب العالمين سبحان الله. يعني دي بتكون ملكة أو هبة ربنا واهبها للإنسان الروحاني. أيوه تمام. وممكن كمان بيكونوا يعني بتبقى كمان وراثة، الأم الأب الجد. تمام. فبتنتقل، لأن هما برضو من الصفات بتاعتهم. تمام. ومن طريقة التربية ومن طريقة التدين، فبيكتسبوا الحاجات دي. تمام. أو بيصيروا على نفس النهج اللي صار عليهم يعني زويهم كده. طيب إزاي نعرف بين المعالج الروحاني أو الدجال؟ طيب لسه في حاجة مهمة نقولها بالنسبة للروحاني. طب الروحانية دي يعني إيه؟ اكتسبها إزاي برضو؟ احنا قلنا ان هو اكتسبها من افعال الخير وعمل الخير اللي هو يعني مسخر ليه، لان احنا كلنا مسخرين لله. تمام. ان احنا ننشر السلام والخير. السلام والخير والاذكار. ايوه. تمام. فمن الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. من الصلاه لرب العالمين سبحانه وتعالى. من الاذكار، من أسماء الله الحسنى، التقرب إلى الله بكل الطرق، بكل الطاعات. تمام. فمن هنا بتزيد الروحانية في الإنسان. أحس بيها إزاي؟ بتحسها في الروح، بتحسها في الجسم. تمام. بتحسها في كل حاجة، تحس إن أنت مقبول في كل حاجة بتعملها ونعم بالله. تمام. فدي بتبقى حاجة من ربنا سبحانه وتعالى. تمام. طيب التنجيم والأبراج علم أم خرافة؟ أعوذ بالله. التنجيم يعني دي حاجة في الغيبيات، والغيبيات دي ربنا سبحانه وتعالى، الغيبيات ملك لله. كلنا عارفين إن يوم القيامة جاي طبعا، ودي يعني بدلائل من القرآن ومن السنة طبعا. بس النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفش إمتى يوم القيامة. تمام. العلم عند الله. العلم عند الله. تمام. دي غيبيات، بس احنا عارفين ان يوم القيامة جاي عشان نعمل كل طاعة ونبقى يعني عشان نجتهد وعشان نتقرب الى الله، عشان احنا في الدنيا دي دار اننا مش دار اخرة يعني. احنا تمام، دار عمل. تمام. دار عمل. فعشان كل واحد يعني يسلك المسلك المظبوط. فازاي انا اقول بكره هيحصل في كذا، او بعد ساعه، او بعد دقيقه؟ تمام. ازاي؟ كل ده غيبيات ملك لله. فالتنجيم ده كفر طبعا. طب الابراج بقى، الأبراج ممكن نتخذ الابراج كصفات ولا ده برضو حرام؟ في حاجات في الابراج حرام. تمام. وفي حاجات ممكن ناخدها، والعلم عند الله سبحانه وتعالى، والله اعلى واعلم، ناخدها من الجانب الحلال. اللي هي زي ايه؟ الأبراج يوم الخميس مثلا. تمام. يوم الخميس رقم الساعة 7. تمام. ده ما خدناهوش لا في قرآن ولا في سنة. تمام. مثلا يوم الثلاث ده شوق، أعوذ بالله، كلها أيام ربنا.
تمام وما يعلمهاش الا ربنا سبحانه وتعالى. لو اخذنا مثلا الابراج كصفات، مثلا برج الاسد دي ممتازه جدا. تمام. ممكن اخد برج الاسد. تمام. برج الاسد انا ليه هاخدها صفات؟ تمام. عشان اعرف اتعامل مع اللي حواليا. تمام. ازاي؟ في حد بيبقى هادي، في حد بيبقى عصبي، في حد بيبقى ليه ميول معينه، فانا لما اعرف الصفات دي، في ناس بتهوى الحاجات دي، بتبقى هوايات، فلما بيعرف الصفات دي بتسهل عليه حاجات كتير، يعرف الطرف التاني يتعامل معاه ازاي، امتى، ايه الحاجات اللي بيحبها اللي ممكن يعني يجدها للطرف التاني. تمام. فمثلا هناخد برج الاسد، ناخد برج الاسد ده برج جميل جدا، في تلات عشريات. تلات عشريات. في يعني 10 10 10. تمام. الشهر تلاتة، العشر الأولى، العشر التانية، العشر التالتة. تمام. يبقى كده 30 يوم. الشهر يبدأ من مثلا هناخد من أول السنة من 22 مثلا 12 ل 22 1، ده برج الجدي. تمام. يجي من 22 واحد ل 22 2، ده برج الدلو. تمام. وهكذا بعديه الحوت. هناخد برج الأسد يبدأ من 22 6 ل 22 7. العشرية الأولانية اللي هي من 22 6 اللي هي من 22 لغاية 10، ده السرطان ولا ده هيبقى جزء حضرتك سوري انا قلت حاجه غلط، لان في فعلا حاجات اتغيرت الايام اللي فاتت، ده صح ولا غلط؟ في من الاسد من 22 7. تمام. ل 22 8. 22 7 عشان حضرتك 22. تمام. ايوه. فهيبقى مثلا في في واحد 23 7. تمام. او 24 7، ده اسد. تمام. بس جزء منه سرطان وجزء منه أسد، يبقى احنا بنقول خليط. تمام. بيحمل الصفات، جزء من صفات السرطان وبيحمل جزء من الأسد. تمام. إنما الأسد صافي، ممكن ناخده من 2 3، ده أسد صافي. تمام. هو قوي الشخصية. ده برج الأسد. عنيد. تمام. قاتل. قراراته حازمة، عقلاني جدا، بيحب الشهرة، بيحب الأضواء، بيحب يوصل لدرجة معينة من التقدم، وكل ما بيوصل لدرجة عايزين معينة عايزين نقول للمشاهدين بقى احذروا يا جماعة من برج الأسد، أستاذة غادة اللي بتقول لكم. تمام. اتفضل. كل ما يوصل لدرجة معينة مش بيقف عند النقطة دي، طموحه عالي. تمام. عايز يوصل للدرجة اللي بعدها لغاية لما يبقى فئة معينة. دايما دايما يعني والعلم عند الله والله ونعم بالله، معظم القادة والقادة والمديرين وبالذات من الشرطة وبالذات من الجيش. تمام. يعني القادة أنا قصدي القائد، القائد كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعايته. تمام. بيبقوا في المواقع دي الاستفادة دي. تمام. بس ممكن برضو نلاقي في من الصفات دي مهندس، ممكن نلاقي من الصفات دي يعني صاحب مصنع. تمام. شرط، بس احنا بنقول ان هو بيقود العمل. طيب برج السرطان بيبقى بعد الاسد على طول او قبله؟ تمام. هل بيكون متقارب منهم صفات من بعض؟ الاسد الاسد لماح جدا. تمام. وقوي. تمام. عصبي، غيور. تمام. جذاب. دي حقيقة. تمام. جدا. عيونهم حلوة. تمام. بيحبوا الجمال، بيحبوا الهدوء، بيحبوا الأصوات الحلوة جدا، بتأثر فيهم. ممكن يحب أكتر من واحدة في نفس الوقت. تمام. السرطان قوي، بس السرطان مائي، الأسد ناري. السرطانات مائية.
بيحب البحر، بيحب الهدوء، بيتشابه معاه في قوة التفكير، في العصبية، بس حنين جدا. والأسد حنين جدا على فكرة. تمام جدا ما شاء الله. عايزين برضو نقول أي حد حابب يتواصل مع أستاذة غادة أحمد، الرقم موجود أمام حضراتكم على الشاشة. المس والحسد والسحر، إيه الفرق بينهم؟ المس. طب نتكلم على الحسد. والحسد الحسد الحسد الأول إن بيجي يعني الحسد بمعين. وأعراضه، يعني نتكلم عن الفرق بين ده وده والأعراض، عنصر عنصر. في ناس معينة ممكن تتكلم وتحسد أي حد على أي نعمة معاه، تمام. ممكن يكون حاجة يعني مكان وظيفي، ممكن يكون جمال في الإنسان ده، تمام. ممكن يكون خفة الذل، ممكن يكون قبوله، أي حاجة في الإنسان. فحد تاني بيبقى عنده العين قوية شوية، تمام. يعني من ضعف الإيمان. من ضعف الإيمان. من ضعف الإيمان. تمام. فبيستكتر حاجة معينة في الإنسان اللي قدامه، فممكن حتى لو هو يمتلك الحاجة دي. لا. تمام. كل يعني إحنا ربنا خلقنا كل واحد فيه ميزة معينة. طبعا في مميزات وفي عيوب برضو. أيوة. تمام. ده كل إنسان. ربنا سبحانه وتعالى له في خلق شؤون. ونعم بالله. فدي حاجات هبات من ربنا، فالمفروض بنقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، نقول تبارك الله أحسن خالقين، ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. تمام. نقرأ حاجة فما بيتقراش، فبيتقال كلمات النظرة بتخرج من العين، بتبقى سهم قاعد عليها إبليس، تمام، فبتصيب اللي قدام. بتصيب اللي قدام. أيوه. ففي المعوذات الثلاثة، تمام، وفي التحسينات، تحسينات بالأذكار اليومية، بذكر الله، بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بالتقرب إلى الله حق التقرب، تمام، بالقرآن، بالقرآن الكريم، تمام، دايما بالمحافظة على الصلاة، تمام، تفضلي. دي تحسينات. وبرده دي كمان يعني برده بعد إذن الله أولا وأخيرا ليها برده عليك، تمام. طيب. طب المس بقى؟ في المس ده عبارة عن جن، تمام، بيمس الإنس، بيمسه زي كده بالظبط، تمام، كأني بمس ده من الخارج. من الخارج. من الخارج، تمام. ده بيمس، ده المس. المس بيأثر بقى عليه، على الإنسان. أيوه. يعني ممكن. هل في تأثير من المس ده على الإنسان؟ طبعا، ومضر جدا. المس ده ممكن يحصل في الحمام، تمام. وده بيبقى في ناس كتير بتنسى تقرأ الدعاء بتاع الخلائق، تمام، اللي هو أعوذ بك من الخبث والخبائث. أعوذ بالله، تمام. وبعد ما بيخرج بيقوم بيدخل برجله الشمال، تمام، وبيخرج برجله اليمين، وبيقول بقية الدعاء، تمام. احنا كده عرفنا المس والحسد. السحر بقى؟ المس كمان ممكن يجي من الأماكن اللي تكون مهجورة في أوقات ليلية، مش مستحبة أبدا. كمان الناس تكون في المقابر، يعني من بعد صلاة العصر، تمام، مش مستحبة أبدا. بيروحوا إن كانوا يقرأوا أو يزوروا المتوفي، طبعا ده مستحب للرجال، تمام. يعني بيقروا خلاص والمفروض بيمشي على طول. الأماكن المهجورة زي ممكن برضو مس ممكن يجي من الأماكن اللي فيها مياه زي البحيرات، بحيرة صغيرة، ترعة صغيرة، ممكن يجي منها مس، وممكن يجي منها لبس كمان. وفي تمام. فرق ما بين المس واللبس. طيب سؤال مهم بقى، هل في تعارض بين العلاج الروحاني والطب؟ أو إيه العلاقة ما بينهم؟ الطب والعلاج الروحاني؟ هما بيشتركوا في حاجات وبيختلفوا في حاجات. بيشتركوا في حاجات وبيختلفوا في حاجات، تمام. بيشتركوا في حاجات اللي هي التشخيص بيبقى واحد.
التشخيص بيكون واحد. تمام. لأن هنا أطباء وبيشخصوا، وهنا برضو أطباء بس من نوع تاني. تمام. روحاني، روحاني، فهو نفس التشخيص. تمام. المهم يتفقوا الاثنين في نفس التشخيص، اختلفوا يبقى هنا في حاجة مش مظبوطة. تمام. تمام. حضرتك كمل. الطب، ايه الفرق بين الطب والعلاج الروحاني؟ نكمل الاتفاق. نكمل الاتفاق، اتفضلي. طيب. الاتفاق بيتفقوا قلنا في تشخيص. تشخيص. ممكن يختلفوا بقى ان الطب الروحاني يكون اسرع في الوقت. تمام. من الطب. تمام. عامل الوقت، لان هنا بيبقى اقصر في الوقت. حضرتك كنت قلتي لي على قصه معينه او حاجه معينه حصلت بالفعل في مريض كبد او حاجه، ممكن تقوليها برضو للساده المشاهدين؟ كان في مريض كبد. تمام. كان عنده كبد وبائي، وده الشغل ليه كان بعد اذن ربنا طبعا حوالي 13 يوم. تمام. وده كان عنده طبعا التشخيص بتاعه كل التشخيص كان من عن قرب ولا على الاونلاين شبكات التواصل الاجتماعي؟ اول حاجه هو كان معاه التشخيص بتاعه بتاع الطب. تمام. من كان معاه التحاليل بتاعته بتثبت بالنسب بتاعته هو مريض بالنسب بتاعته قد ايه. تمام. من المختبر بعد الشغل اللي اتعمل بعد اذن الله ونعم بالله. ابتدى اول ما خلصنا على طول قلت له اتفضل روح يعني المعمل، اي معمل يعجبك، وابدا اعمل التحاليل والفحوصات بتاعتك تاني. تمام. فلما راح لقى النسبه بتاعته خلاص بقت نزلت زيرو خلاص. تمام. يعني هو دلوقتي معايا قبل وبعد، قبل العلاج وبعد العلاج. تمام. طيب انا اعرف حاله طفل صغير عنده 3 سنين، الطفل ده منذ ولادته هو ما بيمشيش، فاهله راحوا بيه لكل الاطباء وكل الدكاتره يقولوا لهم الطفل سليم ما فيهوش اي حاجه، فهل ده ممكن يكون عنده مس؟ اول حاجه لازم نلجا ليها للطب. الطب قال شخص حالته ان هو سليم ما عندوش اي حاجه. نشخص مره واثنين وثلاثه. شخصنا. ونروح كذا مكان. تمام. ليه؟ كذا مكان كلهم هيتفقوا على كلام واحد. تمام. ان لو اتفقوا كلهم على كلام واحد ان المريض ده مش مريض وما فيهوش حاجه، يبقى هو بيشتكي، مش هيشتكي من فراغ. هو طفل هيشتكي ازاي؟ حتى ممكن لو يكون بس ارضي او كده، حتى لو كان كبير. تمام. احنا بنتكلم عن بعدها، فيبدا نبدا نتجه للطب الروحاني. الطب الروحاني او المعالج الروحاني، نشوف ايه المشكله. طالما الطب قال ما فيش حاجه، تمام، نبدا نروح نشوف هنا. يبقى هنا علاج دور المعالج الروحاني بالقران والسنه النبويه وبالاذكار. أيوة. وبحسب تقربه الى الله سبحانه وتعالى. أيوة. تمام. وبالقوه الروحيه المكتسبه اللي خدها يعني من بعد اذن الله سبحانه وتعالى، تبارك وتعالى، بالطاعات. تمام. فدي هبه من ربنا سبحانه وتعالى، فيبدا يعني نشوف الولد ده ممكن يكون وقع، ممكن يكون اتسرع، ممكن يكون وقع في الحمام، وقع على الارض، فممكن يكون اتلبس. تمام. او اتمس. او اتمس. لو اتمس يبقى فيه امراض. تمام. ممكن هو ما بيمشيش. تمام، ما بيمشيش. ممكن كتير او يكون اتمس او يكون ملبوس، ولكن في علاج روحاني. طبعا. تمام. بالقران بفضل ربنا سبحانه وتعالى. تمام. وبعامل الوقت وهو بيحس بتحسن، واهله كمان بيحسوا بالتحسن. تمام. بالصبر وعامل الوقت. بالصبر وعامل الوقت. طبعا. تمام. احنا لما بناخد علاج اي حبوب او اي علاج لازم وقت. تمام. عشان يجيب نتيجه، انما مش هو مش سحر، مش هنسحره. مش هنسحره. مش هنسحره. تمام. ده شيء اكيد. كل حاجه بالوقت، حتى العلاج بالوقت. تمام. هل في حالات شفيت على ايد حضرتك قبل كده؟ ده من بعد اذن ربنا اولا واخيرا. طبعا.
وبفضله من فضله عليا وعلى العالمين. تمام. في يعني مرضى سرطان. عايز اوضح برضو للساده المشاهدين، حضرتك بتعالجي من خلال الاونلاين برضو شبكات التواصل الاجتماعي، يعني اي حد ممكن يتواصل مع حضرتك على شبكات التواصل الاجتماعي ويكون فيها علاج روحاني من خلال الشاشه، تمام، او او السوشيال ميديا. ايوه تمام. بس ما عدا اللي هو العيون، العيون لازم يكون قدامي. تمام. طيب في حالات بتكون مستعصية على العلاج؟ هو بصراحة في. تمام. في حاجة للمعالج الروحاني وللطب يقفوا عندها. تمام. ومستحيل يعني قدرة ربنا سبحانه وتعالى. قدرة ربنا سبحانه تمام. وتعالى. ممكن مثلا على سبيل المثال الضمور، حالات الضمور. حالات الضمور، تمام. وحالات في الضمور والخلايا اللي هي توفت. الخلايا، تمام. الخلايا اللي بتتوفى داخل جسم الإنسان. تمام. أيوه. اللي هو بتتجدد تاني. في حاجات متجددة وفي حاجات خلاص. في حاجات متجددة وفي حاجات خلاص قدرة ربنا، تمام. طيب. دي اتوفت فيحييها من أنشأها في المرة الأولى. وهو الله سبحانه وتعالى. أيوه. تمام. ونعم بالله. فيقف الطب عندها. ويوقف برضو المعالج الروحاني، ما نقدرش نعمل حاجة. في حاجة كمان مهمة، دي مهمة جدا. تمام. بالنسبة للمعالج الروحاني لو معانا حالة مثلا الحالة دي عملت ذنب. تمام. الذنب ده ليه عقاب. تمام. يعني ممكن الإنسان يكون عامل ذنب، فالذنب ده يقف له عن طريق تعب عنده، سواء في ابن، في ولد، في لا لا. في نفسه. لا لا. تمام. في نفسه، في نفسه ربنا سبحانه وتعالى بيحاسب، بيقتص منه هو، مش بيجيبها في ابنه او بنته نفسها. او تمام. والله اعلى واعلم. تمام. فمثلا في الف عمل ذنب معين هو مش عارف يعني الذنب ده عاقبته ايه، او عارف والعلم عند الله، والله اعلى واعلم. ففيها عقاب. تمام. نصيحة أخيرة بقى من حضرتك للسادة المشاهدين عشان وقت الحلقة. طيب. الأذكار، الصلاة، الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دايما دايما نمشي في الخير، ما نمشيش في الشر. نبعد عن السحرة. نبعد عن السحرة. نبعد عن السحرة. نعرفهم إزاي؟ أعرف السحر إزاي؟ كل اللي بيقول قلب الحبيب، أي حد يقول يا جماعة قلب الحبيب ورد المطلقة والكلام ده خالص، ما ساحر. نبعد عنه، مش كل شويه نصدق ونخش على السوشيال ميديا ونبعت طموحاتنا ونبعت. كل واحد فينا عنده اللي مكفيه، فبلاش نتبع السحره والدجالين والمشعوذين واللي بيقول لك رد الحبيب ولا قلب الحبيب والرد المطلقه. نبعد عن الناس دي خالص يا جماعه، من خلال الاستاذه غاده تصريح منها. دول سحره. نعرفهم ازاي؟ نعرف الساحر بيقول قلب الحبيب. طب الاثنين بيحبوا بعض دول بقدر الله، انت هتجيبهم ازاي الا بسحر؟ طبعا قدره ربنا تفوق كل شيء. ايوه. ونعم بالله. في كمان المعالج الروحاني بيبقى الشغل وبالاثبات. ونعم بالله. وده من بعد اذن ربنا اولا واخيرا. في بيبقى الدجال والنصاب. تمام. اللي بيقول انا بعمل بعمل بعمل، هو ما بيعرفش يعمل حاجه. تمام. وبياخد من الناس فلوس وهو بينصب عليهم، ده الدجال والنصاب. انما الساحر بيبقى معاه من الجن، من الأبلسة والشياطين، ومن تمام. الجن ربنا يحفظنا جميعا. أمين. من الجن الكافر اللي بيأذوا الناس. طيب نختم حلقتنا، وبشكر حضرتك جدا 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 على اللقاء ده، وإن شاء الله تنورينا في لقاءات عديدة بإذن الله، ونتكلم باستفاضة عن الموضوع الجميل دوت، وربنا رب يكرم حضرتك ويوفقك، وإن شاء الله تكون انطلاقة من خلال اختار طريقك بإذن الله. بشكر حضرتك جدا يا فندم. سلام. أعزائي المشاهدين، وفي الختام حابب أوجه رسالة للسادة المشاهدين. طبعا خلاص إحنا في آخر أيام شهر رمضان المبارك، ونعتبر بنختم هذا الشهر الكريم المبارك. عايزين نحاول ونجتهد قدر المستطاع في الأيام الباقية دي للتقرب إلى الله تبارك وتعالى. ربنا يعود عليكم الأيام دايما بخير وصحة وسلامة، وكل سنة وانتم طيبين. عاوزين نستقبل عيد الفطر بالفرحة والأمل والطموح. خلي عندكم أمل مهما كانت الظروف. احلم وبالحلم سافر بعيد.
بيه تمسك خليك عنيد، احلم وفي الحلم اوعى تكون محدود، بيه تخطى وعدي كل الحدود، وبالجهد والعمل الله موجود. وبكده خلصت حلقتنا. حابب اشكر صديقي وحبيبي الاستاذ محمود زيدان، وربنا يا رب يوفقك في حياتك ان شاء الله. بكده انتهت حلقتنا، الحمد لله على التمام والكمال، وصلاة وسلاما على النبي محمدا والآل، وما انا به الا ان اقدم لكم ارق واطيب امنياتي محمد الملكي. الى اللقاء.